السلام عليكم. صراع الكتلة السياسية مفتوح على مصراعيه، على رئاسة البرلمان، والاتهامات مستمرة ووصلت للحلفاء فيما بينهم. أما المرشحين بدأوا بالطعن بإجراءات الجلسة السابقة. نائب محمود المشهداني المرشح لرئاسة البرلمان والمدعوم من حزب تقدم طالب بتشكيل لجنة للتحقيق بنتائج التصويت خلال الجلسة الأخيرة بعد رصد خطأ في عدد الأصوات، لا سيما في الأوراق الباطلة بحسب تعبيره. الأمر طبعا لم يتوقف إلى هذا الحد، الاتهامات استمرت يمينا وشمالا. حزب تقدم اتهم هذه المرة الكتل الكردية، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالغدر والتصويت للعيساوي للمرة الثانية. والانتقادات والاتهامات لم تقف عند هذا الموقف فقط، بل طالت كذلك رئاسة مجلس النواب اللي وصفوها بأنها خالفت قرار المحكمة الاتحادية بإطالة مدة انتخاب رئيس البرلمان. فهل ستعيد اللجنة حق المشهداني المسلوب كما يدعي؟ وإلى متى يستمر هذا السجال بين الأطراف المتصارعة على حلبة رئاسة المجلس ومن يحاول نقل جزء منها إلى الساحة السياسية الشيعية والكردية؟ أحييكم مرة أخرى في حديث العراق لهذه الليلة، وأرحب بالدكتور عمار الجميلي عضو حزب تقدم. حياك الله دكتور عمار. حياكم الله. وكذلك الأستاذ رحيم العبودي عضو تيار الحكمة. حياك الله أستاذ رحيم. حياك الله حبيبي. ومن المفترض أن ينضم للسيد إبراهيم الدريم السياسي المستقل. حياك الله. ما أدري وصل له بعده؟ بعد ما وصل حياكم الله. أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ محمد. شنو وصار طشار الاتهامات منكم؟ منهم منين؟ لا احنا بالتأكيد بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ محمد وأحيي ضيفك الكريم وأحيي السادة المشاهدين الكرام عبر قناتكم المحترمة. بداية هذا الأمر أخذ مدى واسع جدا، وكل ذلك أنا أعزيه إلى يعني الفرقاء في المكون الذين أرادوا نيل شيء من غير استحقاقه. يعني أرادوا شيء مو لهم؟ طبعا بالتأكيد. ومن استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. زين. إحنا اليوم في تقدم أبدا لم نتهم أحد ولم نرمي التهم جزافا على أحد، بالعكس نحن منضبطين في الطرح السياسي وفي الالتزامات السياسية والاتفاقات، وحتى منضبطين مع الشركاء، حتى مع شركائنا نحن منضبطين ولم نصدر بيانات مزعجة للبعض. على العكس كنا منضبطين وهادئين ومتمسكين بالروح الوطنية وبروح الشراكة مع شركائنا في الوطن، سواء في المكون أو بقية الأطراف السياسية المحترمة. لكن عندما يعني يخيل للبعض أنهم أصحاب حق وهذا الحق هو أصلاً ليس من حقهم، ليش هو مو أصحاب حقهم يعني؟ طبعا سيدي الفاضل احنا اليوم بالعراق، هذا العراق بني على أعراف سياسية واتفاقات. زين. ولدينا محكمة اتحادية أصدرت قرارات عديدة، منها أنه أن يكون صاحب الكتلة الأعظم هو من يستلم رئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان أو رئاسة الجمهورية. وكما إذا ماكو هيك كلام رجعنا، إذا رجعنا اسمح لي أنا عندي إثباتات عن هذا الكلام. أنا قلت ماكو هيك كلام. الكتلة الأكبر تتعلق بتشكيل الحكومة، صحيح. ما تتعلق برئيس البرلمان. لا سيدي الفاضل، عند الخلاف نعود إلى الأكثرية لو إلى الأقلية. هسا هذا شيء واحد. لا هذا عرفا، وهذا أنا أحكي لك، أنا قلت لك مبنية على أعراف وعلى اتفاقيات سياسية. زين تمام. إحنا اليوم عندنا خلاف، هذا الخلاف مقابلنا أطراف كتل سياسية، الأخوة في الإطار التنسيقي والأخوة الأكراد. زين. صح أم خطأ؟ إحنا اليوم بيت السني أصبح به خلاف، الأخوة يذهبون مع الأغلبية والأكثرية لو يذهبون مع الأقلية، ولو كانت هذه الأقلية لها حق والله إحنا ما نأخر عليهم. شلون يسمونهم أقلية وهم سيدي. حققوا فوز هسه أكثر من عندكم؟ مو فوز، وإنما حققوا أصوات أكثر من عندكم. مستحيل مستحيل مستحيل. مرشحهم جاب أكثر من 160 ومرشحكم جاب الأوراق. نحن وجدنا على قول الدكتور محمود المشهداني 26 ورقة انتخابية متلاعب بها بين حك وشطب وتغيير الأسماء. منو اللي تلاعب بها؟ لا نعرف.
هنالك السيد محمود المشهداني قدم طلب إلى رئاسة مجلس النواب متمثلة بالسيد المندلاوي بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف الجاد على هذه الحادثة، لأن هذه حادثة خطرة. يعني لو كانت هذه الحادثة صحيحة وأثبتت عبر الأطر القانونية والمهنية لمجلس النواب فنحن أمام كارثة. زين، اللجنة اللي كانت تشتغل على الانتخابات منين هي؟ من جميع الأطراف يعني. لا، هي كانت لجنة والآلية الانتخابات شنو؟ رئاسة البرلمان المفروض مو شكل لجنة وهي لجنة؟ بالتأكيد رئيس البرلمان يشكل لجنة، هذه اللجنة تعتني ومن كل الكتل يوجد مراقبين من كل الكتل السياسية. هنالك حدث خطأ أو خلل أو خرق، لنسميه خرق. زين، هذا الخرق غير بالمحصلة بالنتائج. السيد محمود المشهداني نحن كنا واثقون من حصوله على الأغلبية، النصف زائد واحد. شلون كنتوا واثقين يحصل عليها؟ بالتأكيد سيد الفاضل. وين الاتفاقيات وين صارت؟ الاتفاقيات السياسية التي عقدها الرئيس الحلبوسي مع بقية الشركاء في الإطار التنسيقي ومع الأكراد وحتى مع المستقلين تبين لنا وتعطي لنا نتائج مسبقة. شنو اللي كانت الاتفاقيات كانت عندكم ويا من؟ طبعا سيد الفاضل، ترى الإطار التنسيقي الآن أغلبية الإطار التنسيقي يذهب الآن باتجاه إعطاء الحق إلى المكون وخاصة إلى حزب تقدم لأنه يمثل الأغلبية. 47 نائب الآن، نحن مع الصدارة أصبحنا 47 نائب بتواقيع قبل 3 أيام نزلت القائمة وظهرناها للإعلام. 47 نائب بالمقابل اللي المتبقي بقوا هو المكون السني كله 77 دكتور، يعني هسه بقوا 30 أو 29. سالم العيساوي منين هم غير من الإطار ومن الأكراد؟ صحيح، إطار وأكراد ومستقلين. يعني سالم العيساوي اللي وراء الخنجر. نعم، وراء يعني وراء الخنجر. نعم، وراء الخنجر، مو صح؟ صحيح مو صح؟ وراء الخنجر هو مرشح الخنجر. حتى لا يضمع الناس، أنا ما ليش نضمه؟ هو مرشح الخنجر، هو يريد يضمع الناس على أساس مو وراء الخنجر، لأنه أي على أساس مو وراء الخنجر، هو يشيع بأنه هو مو وراء الخنجر. لا، وراك الخنجر. نعم، أسانا عمي عم نشكر وضوحكم أنتم، على الأقل إحنا قلتوا إن إحنا ناس هذا مرشحينه وإحنا وياه. ذاك الرجال مرشح الخنجر ما يريد، ليش؟ لأن سمعة الخنجر بها مشكلة عند الشيعة. هذه تبقى سمعته عنده بيها مشكلة. زين، بس سمعته عنده هذه تخصه إليه. تمام، بس بالتالي بالتالي حقق اتفاق مع أطراف سياسية وكسب أصوات. عادي يكسب أصوات. زين، حلو هاي القصة عندكم. لكن بالمقابل السيد المشهداني عندما كان خارج إطار تقدم حصل على 43 صوت، بعد انضمامه لحزب تقدم حصل على 137 صوت، وذلك إن يدل دل على أن قوة تقدم في البرلمان العراقي هي قوة مستمدة من الوطنية ومن الوضوح ومن الاتفاقيات السياسية السليمة من قبل الرئيس الحلبوسي والهيئة السياسية في تقدم مع بقية الشركاء في الوطن. زين، هسه المشكلة اللوم قاعد يقع على الشيعة. نعم، الإطار بعض اللوم. إيه، شلون بعض اللوم؟ مثلاً بالتأكيد بعض اللوم يقع على إخواننا الشيعة. لماذا؟ في الإطار التنسيقي هم أصحاب الأغلبية النيابية تحت قبة البرلمان، يستطيعون المضي قدما في حل هذا الخلاف. شلون؟ طبعا انت اليوم اذا ما دكتور اذا ما لو لكم قلتوا قالوا خصومكم بانه احنا الأغلبية، اذا ما لو لهم قلتوا احنا الأغلبية، ذولاك يقولون هي ماكو شيء اسمه أغلبية. السوداني اجوا عنده 2 استاذ محمد، بس اسمح لي. نعم. عادل عبد المهدي ولا عنده واحد. نعم. حيدر العبادي نفس القصه. صحيح. ذولا هاي خوب هاي كل المناصب صارت في هذه الطريقه. هاي مناصب اتفاقيه. الحلبوسي نفسه اجى باتفاقيه نفسه، ما اجى، ما جابت الاغلبيه. صحيح، اجى باتفاق. مو احنا انا ذكرت بدايه الحلقه قلت ان العمليه السياسيه في العراق بعد 2003 بنيت على اتفاقات واعراف. زين، هذه الاتفاقيات صحيح الرئيس الحلبوسي عندما جاء جاء باتفاقية وافق عليه أغلب السنة، وكذلك الرئيس السوداني الآن محمد شياع السوداني وافق الإطار التنسيقي، هو من رشحه، كان مرشح لجميع قوى الإطار، حتى وإن اعترض عليه البعض القليل فإن الأغلبية المطلقة أعطت له التأييد. ولذلك نحن اليوم نمتلك مسألتين، الرئيس الحلبوسي يمتلك الأغلبية النيابية عندما كان، ويمتلك أيضا
الموافقة والقبول عليه من قبل جميع الأطراف الكردية والشيعية. زين ليش ما يحقق؟ سيدي الفاضل ليش ما يحقق؟ هنالك بعض القوى. أولاً هنالك قوى لديها تحفظ. يعني نحن لدينا مستقلون ما يقارب 44 نائب. صحيح. عدد يلعب دور بالتصويت. طبعاً. هؤلاء منقسمين كلهم في حدة. جزء يصوت للخنجر وجزء يصوت للرئيس الحلبوسي وجزء صوته للدكتور محمود المشهداني عندما كان مرشح دولة القانون. زين. وجزء صوت العامر عبد الجبار. فهذه الانقسامات تدري هو مو مرشحين فقط، نازلين تقريبا 4 مرشحين الآن. واضح. هذا طبعا يشتت الأصوات. تمام. بس بالتالي فكرتكم انه ناس ذول شو اسمهم يا تحالف، ما هم ما عندهم في التحالف مشكل في عموما هم ذول ثلاثة قوى، الحسم والعزم والسيادة تحت يا لافتة هم مسوينها القوى المناوئة للرئيس الحلبوسي زين ذول الناس هم ما لهم حق، انتوا اصحاب الحق بالموضوع هذا، خلاصة هذا وهذا هاي المعطلة المشكلة من وجهة نظرك. صح صح. زين اخويا كان انتم المشتاقين الله يحفظك سيد محمد عتب ولوم وحتى تحميل مسؤولية على الإطار الشيعي. الإطار الشيعي ما قاعد يحسم القصة، يقول لك إحنا الناس أصحاب الأغلبية، روحوا مع أصحاب الأغلبية وامشوا بهالطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لاستضافة، تحية لك والضيف الكريم والضيفك القائم الحاضر ولمشاهديكم. في الحقيقة رمي الكرة في الملعب الآخر والتملص من المسؤولية والمحاولة الإشكال على الآخرين هي عادة لن يكف عنها السياسيين العراقيين وخصوصا في المكونات على اعتبار أن الشماعة حاضرة لإلقاء التهم واللوم. هسلو نجي للبينة اللي جاء بها سيد المشهداني على أن هناك 26 صوت وجاءت على لسان الدكتور عمار. 26 صوت ضيفهم لعدد الأصوات راح يطلع الرقم 322. زين 322 ما كان الحضور 322، كان اعتقد 312 او شيء. نعم. أي. مو اي اقل. لكن الاشكاليه حقا انه وجد ان بعض البطاقات التصويت شطب علي منها اسم المشهداني وجيء بالسيد العيساوي. هذا صحيح. هذا تغيير راي. اي هذا تغيير راي. هذه تغيير راي. هذا هو يعني شطب عليها بعد يعني وتقدر تتاكد من استاذ عمار اعتقد المعلومه صحيحه. مو وردني مثل ما ورد استاذ رحيم، يعني حكوا شطب لتغيير الاسم. أي. يعني شاطبيها شاطب. اي نعم، مثلا هو كاتب على الورقه اسم سيد المشهداني شاطبه وكاتب السيد العيساوي. هذا التغيير بالراي يعني هذا الى عده دوافع. زين احنا اذا نريد نفككها نحتاج حلقه كامله. لكن بصفاء النوايا نقول بانه في ظل الديمقراطيه جائز انه انت تغير وجهه نظرك تغير رايك. والشفافيه اللي حصلت في جلسه انتخاب رئيس البرلمان ديمقراطيه كتهوات بالموضوع هم وفلوس همين وفلوس. بس احنا قلت لك احنا نمضي بصفاء النوايا. ديمقراطيه هاي نمضي بصفاء النوايا. هم تاتي من صفاء النوايا. والعله ان لا وجود لصفاء النوايا. زين لو كانت هناك صفاء نوايا لكان هناك اجماع، والحلقه المفقوده في قضيه اشكاليه المكون هو عدم وجود هذه القضيه. لماذا؟ اولا المصالح لعبت دور كبير جدا في قضيه تغييب جلسه البرلمان. تخادم كبير جدا في تغييب هذه الجلسه. زين. مصالح شخصيات ادت الى ان تكون هناك قرارات، ادت الى ان يكون هناك تدافع في المكون والاطار لا يريد ان يكون جزءا من الخلافات او يعمق الخلاف في المكون. زين هذا ما يخدمه. يريد مرحله مستقره، يريد هناك اجماع، يريد ان تكون هناك وحده مكونات في القرارات. هسه هم يختلفون في خلينا نقولها المحاصصه في التقسيمات، لكن في الرؤيه الاستراتيجيه في الرؤيه العميقه في اداره المشهد السياسي يجب ان يكون هناك اجماع. زين هذا يحافظ عليه من يحافظ على حقوق المكون اولا، يحافظ على الهدوء والاستقرار ويحافظ على ثباتيه الرؤيه. السياسه السائله ما تفيدنا ما تخدمنا. السياسه السائله لا تخدم بناء الدوله، لا تخدم التنميه، لا تخدم
الاستقرار ووضع الاستقرار. ليش ما عنده قرار بهذا الموضوع؟ ليش ما يتجه إلى حل الأمور؟ ليش ما يعني لازم عنده حل؟ لا هو مطالب بحل غير مطالب بحل، يعني بحل جذري ما عنده، عنده أنه اجتمعوا أو أوجدوا طاولة حوار زين جاي يدفع بهذا الاتجاه. وهناك تدخلات كبيرة، سمعت السيد الحكيم تدخل، دولة رئيس الوزراء تدخل، شخصيات مهمة، حتى السيد المندلاوي تدخل في أن يكون هناك حل لهذه الإشكالية. مع العلم أن الأداء البرلماني لهذه الفترة بعد استلام السيد المندلاوي فاقت فترات سابقة. شلون يعني؟ يعني من ناحية إقرار القوانين، سلم من القوانين المهمة أقرت في هذه الفترة. هذا دلالة على الإدارة المهنية للبرلمان العراقي ومضية بشكل سلس في الجلسات وفي الحوار وفي كذلك. هذا المكان هو مكان للمكون السني، هذا العرف يقول. هو هذا اللي نحافظ عليه احنا، لكن احنا نقول من ناحية التداعيات الإفرازات اليوم هذه مشكلة، لكنها أفرزت أشياء. هذه المشكلة أفرزت مواقف، أفرزت يعني احنا ما كنا نشوف مثلا هذا الحجم من الكسر في المكون، ما كان موجود. يعني احنا اغلب الاحيان من كانت تصير مشكله كانت تصير مشكله مع المكون كله. صحيح. المكون كله مجمع، والكل المكون كله في ذهب باتجاه واحد وبرؤيه واحده. ما يحصل اليوم هو يعني مشكله عميقه، هناك كسر، هناك تراشق بالتهم، هناك 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 هناك. اذا ما الحل؟ اذا تقول انه الاطار لازم يذهب باتجاه الحل، انه يذهب باتجاه جهة معينة وكأنه يساندها على حساب في قبال على ماكو. والدليل على ذلك أنه صوت بالإجماع في قضية تعديل المادة 12 من القانون داخل البرلمان على أنه لا تعديل لهذه المادة، لأن هذا ما كأنما هو ذهب باتجاه تقدم، لأن هذا طلب تقدم، وهذا طلب ممكن جر إلى إشكالية وفلسفة جديدة في أنه دائما ما نذهب لا نذهب باتجاه حلول واقعية، بل نذهب باتجاه حلول جزئية ترقيعية. تمام. بس خلي أعطيك فكرة مهمة. اليوم لو نظرنا إلى لغة الأرقام اللي نتحدث بها وهي حقيقية طبعا في ظل ما حصل في البرلمان، هذا الحكو الشطب إذا احنا قلنا عليه بعدم صفاء النوايا، إذا اكو أيادي حركته، اكو أيادي اشتغلت عليه. انا أجزم انه اكو أيادي، اكو أيادي راح اشتغلت، أيادي اشتغلت اشتغلت اثناء الجلسة، اشتغلت على هذا على هذه القضية، وبالتالي يجب كشفها، لانه هذه المؤسسة هي اللي هي المؤسسة الأعلى شرعية بالنسبة للتشريعات، الأعلى موثوقية بالنسبة، لأنها يعني هسه اليوم كل نائب ما يمثل نفسه، يمثل 100,000 شخص، 100,000 عراقي، حقوق 100,000 عراقي. هذا الكلام يصير مقبول؟ خلينا نروح للشيخ ابراهيم، كان ينتظرني هواي صار. حياك الله شيخ ابراهيم. تحياتنا شيخ ابراهيم حبيبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو صارت حك وشطب الحلبوسي تقولون عليه مزور؟ هذول هذني الاصوات يا هالزورين. سالم العيساوي يكتب عليه يشطب محمود المشهداني يكتب سالم العيساوي. انا اولا بسم الله الرحمن الرحيم، هاي دخل انفجاريه دخلت علي. اي ما لحق انت بعد ما لحق. يلا تحيه للجنابه كل الاستاذ رحيم والاستاذ محمد والمشاهدين الكرام. اعتقد ان الديمقراطيه يعني ما بها يعني صارت مثال قوي لخلو البرلمانيين من سطوة بعض رؤساء الكتل السياسية. اليوم أنا عندي قناعة، قاعد صفان اقتنعت كتبت فلان لفلاني، إذا أريد أشطبها وأقول أنا فلان، هذا حق الدستور وحق القانون. 26 واحد هسه لو 201 أستاذ محمد، إحنا من صادر إرادة نواب. اثنين لمن هم هسه يعني شوف الجلسة الأولى والثانية وغيرها، إذا ما يفوزون تقدم راح نبقى بهاي السوالف، وش حق حطوا 12 شطب جيب ودي. احنا نقول كالاتي، اولا ماكو كتله سنيه اكبر، اكو ممثل سني يمثلون نواب سنه، هذا بهذا الحزب ذاك بهذا الحزب، امنا بالله ورسوله. ولكن الحقيقه اللي ماذا يستوعبها الاخوان واني اشاطرهم بها، الحقيقه المره انه ماده 12 من القانون ما تتبدل اذا ما قدامنا غير محمود المشهداني وطلال الزوبعي مع حفظ الالقاب والاحترام لهم، والسيد سالم العيساوي. كل هاي البرامج وكل هاي الشو الإعلامي وكل هالفرات هي ما راح يطلع بنتيجة غير ذول الثلاثة نهائيا. ليش؟ لأن المحكمة الاتحادية أطت قرارها، الجلسة شرعية فما تتغير بعد لا قانون ولا جلسة. قاعد يراهنون على هاي القصة، يجوز يراهنون هسه هذا الناس هسه يتحدثون بهالطريقة وحكوا شطب وكذا وتزوير،
ما من حقهم يتحدثون بها يعني؟ لا لا من حقهم استاذ محمد، بس أيه؟ احنا مو كان ما ندخل بهاي المهاترات الاعلاميه، احنا خلينا ننتظر اللجنه التحقيقيه راح يستدعون ذول النواب، انا عرفت بالموضوع صار عندي المام بي، راح يستدعوهم ذول النواب، يا بهاي انت حاك وشاطب، راح يقول له ايوه هذا من حقي وانت القصه، ليش؟ لانه بالمنصه الوقوفيه واقف السيد المندلاوي، واقف الاخ اكرم، واقف السيد احمد الجبوري، واقفين اربع خمس نواب، السيده المقرره من تقرا الاسم تشوف لهم اياها هيك وهيك اذا تتذكر، يعني كانت تشوفهم الورقه ويقبلوها او ما يقبلوها، ال 13 اللي حاطين قسم منهم اكس قالوا هاي باطله ما تنحسب، اما هاي 26 مرت على الرئيس وعلى النائب وعلى النواب تقدم ونواب سياده ونواب حسم وعزم وشافوه وبالتلفزيون احنا شفناها، يعني اكو اوراق هيك تشوفها وانتهى الامر، اللجنه راح تجي ماكو قانون بمجلس النواب يقول يمنع من عنبات عن النائب وتعتبر ورقته باطله لمن يغير رايه. قالوا هذا النائب اللي شطب، من هو قال هذا النائب اللي شطب؟ لا مو هي هنا مال شطب مستحيله، ليش؟ لان هم لما يصعد النائب يصيحون اسمه يروح للمنصه يم البرلمانيه يكتبون اسمه وباجه ويوقع انه يستلم ورقته، يروح للمكان الثاني اللي يكتب بيه ويجي يخليها بالصندوق، منو حكوا شطب وجابوا الصناديق وخلوها بعلي موزه وفرغوها وهي سووا، اذا هو النائب يجوز من كيفه بدل قناعته، بعدين لما يقولون اثناء الجلسه ليش بدلها؟ هو بسمح لي استاذ محمد لا اقدر اقول ليش بدلها، يعني شنو خلاه يبدلها؟ قناعته ليش هو من كان قاعد بيش بدلها بيش انت ادري بيك وين تاخذني اليوم انت ما راح تقولها بس بيش بدلها ما اطلع بدعوه اليوم منك لو ابقى 10 ساعات وياك اي غير افتين بيش بدلها مو انا اعرفها سعر القناعه مال النائب لا 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 هنا لا انتبه لي هنا لا انتبه لي النائب قاعد وين جوا بالقاعه صاحه واسمه صعد راح على المنصة أخذ ورقته راح على المكان اللي يكتب به كتب به والسيد محسن البندلاوي لشوفه يروح ويجي دارها باحترافية للعلم هاي الجلسة وهذا اللي يصير فضل كبير للإطار ونواب الإطار وأهل الإطار أنه وقفوا سووا جلسة معتبرة لأن منع بها التصوير منع بها التليفون منع بها كل شيء ولهذا لما يروح النائب أو السيدة النائبة يروح إذا لاحظت أكو نقطة مهمة الصناديق كانت قريبة عليهم وأكو المرافقين اللجان اللي شكلها السيد المندلاوي ترافق النائب أو النائبة من يصعد إلى أن يأخذ ورقته إلى أن يكتبه إلى أن يحط بالصندوق من يشوفه نزل يا الله يروح هذا المرافق بالبرلمانية إذا الحك الشطب هنا وين يصير أستاذ محمد يصير يجوز عند النائب نفسه هسه قناعته اختلفت غير رأيه غير أمور هاي مو يمي بس ما تقول لي يعني كانت يقولون السيد محمود وراحت السالم هذا الحكي مو صحيح لانه ممكن اني هسه احكي الحكايه باشر واحد يقاضيني يقول لي شنو انت تعلم بالغيب اذا خلينا نطي حريه للنائب خلينا نطي حريه للنائبه والديمقراطيه هي هاي الديمقراطيه جلست مجلس النواب محترمه ومشيت ودا اروح بجلسه ثانيه لولا المشاكل اللي هاي دا تتكرر وانا اعتب على السيد المندلاوي المفروض يطبق قانون انضباط مجلس النواب بذيك الجلسه ما تطبق وبهاي ما تطبق وراح تصير سبه كل من يريد يخرب الجلسه يسوي عيطه ويصعد على المنصه انت شفتها برلمانيات العرب والعالم نواب كلها تصعد على المنصه وتوس وضرب وعياط كل برلمانات العالم هيك يصير اي بس مو هيك استاذ محمد حبيب قلبي مو هيك يعني مو بهالطريقه لما يعني استاذ هيبت اذا سمحت لي من حكى ويا البندلاوي قال له غير اجل اريد اغير الماده 12 قال له ما تتاجل هذا حصه مكون مو حصه حزب قال له اوكي لما تسوي هيك من اشر لهم راح اخذهم صعدوا على المنصه هذا مو صحيح انتوا تمثلونا انتوا اخوتنا انتوا الان القدوه مالتنا امام الاعلام امام العالم اما تصير الامور بهالطريقه زين هم يقولون انتم عمي انتم ما لكم حق انتم مكلبين بها قوه هو من بس خلي علوا لي الصوت استاذ محمد الله يرضى عليك علوا لي الصوت يا شباب من مكلب بها انتم مكلبين بها قوه الخنجر مكلب بها قوه الخنجر يا عمي يا عمي خلف الله على السيد الخنجر الزعيم هذا لا والله مو صحيح استاذ محمد والله وانا دا اقسم الله مو صحيح بذيك الجلسه من كان الشيخ شعلان الكريم صار اتفاق عد بسياده وانا حاضره حضروا 64 نائب صار اتفاق من كل النواب ب 21/11/2023 انه خولوا السيد الخنجر يرشح واحد
والسيد الحلبوسي رشوح واحد. أه. انا مو ضد واحد، انا احكي حقائق. كتب برنامجك مطلع هذا الكتاب الاصفر. أه. اجت قرار مال المحكمه وصار اللي صار على السيد شعلان الكريم. مع العلم لو باقين جماعه التقدم ما مخربين الجلسه الاولى مرشحهم شعلان الكريم كان صعد وراح، بس هم نوابهم سووا المشكله والفيديوهات طلعت وموجوده وكل شيء انتهى. خربوا جلسة. اخوي استاذ محمد تيد السر ما يريدون واحد يطلع، هم نواب اثنين ثلاثه من تقدم، واحد من الانبار واحد من بغداد. أه. هم يريدون يرشحون لهم ولا يخربون الجلسات. يعني لو هم لو ماكو هذول، حتى السيد الحلبوسي كل الاحترام والتقدير له ما راضي. اه يلا خلينا نشوف استاذ، انا يعني عندي الاستاذ الجميلي بالبرنامج. يا شرفي، بس اسال السيد الجميلي كل التقدير والاحترام له. دكتور عمار تفضل. دكتور عمار قل له اكو واحد من بغداد واكو واحد من رمادي، هسه بس بالرمادي بقى مصر يريد. يعني هسه هاي الطلابه كلها مع هاي الطلابه اللي مسوينها هوسه وما ادري شنو، دول اثنين بتقدم؟ مو دا اقول لك واحد منهم السيد، هم يريد يرشحون، والسيد الحلبوسي ما رشحهم، ولهذا هم نفسهم بده يخربون الجلسه وده يطالبون بتبديل الماده 112 على مود يترشحون. تمام هذا الموضوع. وما بي ما اريد فد سند لهذا الكلام، يعني شيخ ابراهيم مع احتراماتي لك احييك حبيبي الغالي، الله يحفظك. سند لهذا الكلام، يعني انا عضو في حزب تقدم واجتماعات الهيئه السياسيه لم اسمع هذا الطرح صراحه. يعني زين انت ما تدري انا من المؤسسين واكثر واحد تعب على اعرف ادري بيك كنت رئيس مستشار رئيس مجلس النواب الرئيس الحلبوسي سابقا. اعرف كل زين، بس اسمح لي بس خمس ثواني اخذ من وجهك الطيب. من اكثر واحد قدام استاذ رحيم وقدام استاذ محمد والمشاهدين اكبر مقاتل على تقدم وعلى الرئيس الحلبوسي هو اني. بس يا اخي المنهاج تغير، هذا الانقلاب لعد هذا الانقلاب شنو سببه؟ يعني المنهاج تغير، المنهاج تغير. المنهاج يعني المنهاج احنا انت تعرف كل زين شنو المنهاج، شنو المنهاج تغير؟ هسه احنا على الجو، هسه المنهاج تغير. انا اقول لك يا هو ترى الله فوق انا وكليتنا اصحاب عوائل، ذمه برقبته ما يحكي الصدق. هو اريدك تحكي الصدق يا عمي. انا احكي الصدق، انا اخاف يا عمي لا يجاوبون على تليفونات وقاموا يتكبرون تقولهم على شغله ما يقبلون. تحكي يا واحد يذبوا آلش انت دافع عنه، ماكو اكو واحد دافع عن تقدم مثلاني. بس حكيت ويا السيد الرئيس الحلبوسي 20 مره وهاي راح اقول لك اياها على الجو. قلت له اكو انحراف، حتى مال المؤتمر الجزائر خابرني وقال لي انا بالطياره رايح للجزائر وارجع ونقعد انا وياك نتفاهم ودار اشوف. وبلغته فلان نائب فلان فلان مكتب سكرتير احمد جاسم حسين عباس، فهمت ماكو حل، فهمت ماكو حل. والمناصب قامت تتحاصص والعالم الكفاءات قاعده بالرمادي وغير الرمادي. هذا المنهاج يا حبيب قلبي، هذا الاختلاف. يعني انت هذا الاختلاف اللي اصبح عندك. اي واسال السيد الحلبوسي. بس انا خليني بس هو مصر العفا قاطعك، مصر ينادي السيد الحلبوسي بسياده الرئيس. طبعا يبقى سياده الرئيس. وهذا لا لا احترام استاذ رحيم، هذا احترام. قبل لا لا هو هذا لا هذا يحسب لك طبعا، هذا طبعا يحسب له. لا لا قبل الرئيس الحلبوسي لا هذا احترام للعلم للكل. خل تعرف الرئيس الحلبوسي للان اخويا وصديقي، ترى ماكو اختلاف، اختلاف وجهات النظر ما يخليني اسمع عدو. زين ما يخالف هسه هي شنو الشده؟ شلبت ابراهيم الدريم، شلبت ابراهيم الدريم. زين اي لا يا اخوي مو انتوا على الرسول دافعتوا، وانت اليوم مقدم برامج دافع لي. اي قبلي كانت من انشقت العصا بين الحلبوسي والخنجر، لقيناك يم الخنجر، يعني انت معناته لا معناته انت من جماعه الخنجر متسوس على الحلبوسي. لا 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 مو هيك شيء، مو هيك. انا امزح وياك. انا امزح. خلص علي، مو انتوا دافعتوا عنه. انا قال ما حكي. مو لا لا مو يهمك، مو انتوا على النبي عليه الصلاه والسلام انتوا فضتوا دافعتوا على الحق، هسه تقول لي رحت وياه؟ بعد ورا البرنامج نتفاهم. لا مو انا صراحه انا هم مستغرب، يعني انت مستشار الرئيس الحلبوسي، هذا الانقلاب في وجهات النظر، يعني الانقلاب الانسان عندما يكون له مبادئ ثابت عليها يكون صعب التقلبات، صح؟ أيه. كل مشروع سياسي به ما به من الاخطاء، ما اقول لك احنا ملائكه في تقدم، لا لا راح تجبرني اقول السبب وما اريد اقوله والله، لان لا لا خليني اكمل. انا اعطيتك وقتك، لكن انت اليوم تجي تقول لي النائب الفلاني خابرته ما جاوبني، دزيت له طلب ما سوى لي اياه. لا لا انا مو طلب، مو طلب. لا لا انت دا تقول لي، انت دا تقول لي قبل قليل تقول لي النواب قاموا يترقون ما يجاوبون علينا، ما يجاوبون الطلبات. طلبات اللي جاوبنا ما صحيح. يعني مو صحيح، يعني شنو مو صحيح؟ رجال مستشار راح اعطيك اياها على الجو. ايه راح اعطيك اياها على الجو. ايه؟ الرئيس الحلبوسي خابرني وهاي مبثقه. ايه؟ خابرني قال لي مر لي باكر
للمجلس عندي شغل وياك. زين. رحت دا طب على الاخ محمد نوري وأمانة الله برقبكم راح اسالوه او هسه خابره واعطيك تليفونه. تمام. لاقاني احد النواب. زين. اللي اني ادري هو شنو. لاقاني بالباب مال محمد نوري وكان يلزم الباب هيجي صار قبالي. قلت له شو تريد؟ قال انت ليش تحكي؟ قلت له انت ومالتك انا والرئيس متفاهمين. قال انا نائب ورئيس لجنه. قلت له اللجنه والنائب عليك. طلعوا النواب صار عيطه سبني وهذا جنابي. سبك النائب لو سبك بس خليني اكمل استاذ محمد وهذا جنابي وما اتركه والله ودا عذني لا اخذني تفقس عينه واخذني. المهم صارت مشكله كبيره صار فشار بيني وبينه. خاب محمد استاذ محمد نوري طلع ما قبل دفاع عن النائب. خلي احكي لك اياه. اجوا النواب التاوي الصدري دفعوه. اجوا الباقيين قال له ضيف علينا وجاي المكتب رئيس مجلس النواب هاي اهانه للرئيس. طلعت المهم طلعوني جا السايق والحمايه وصلني استاذ محمد نوري للباب. طلعت خابرت على السيد محمد الحلبوسي قلت له خلف الله عليك. قال خابرني احمد الجابري ومحمد نوري وراح اسوي لك هيك بي وقام يسبي. تمام. بالليل خابرني الشيخ مهيمن وشيخ خيبت قالوا الرئيس متخبل ومطلع من الجلسه يا معود بس اصبر وحقك يجيك وراح نسوي قاعده الصلح. اخابر على الحلبوسي يقول لي مو وقته مو وقته. اذا ضيفك بمكتبك يتجاوز عليه من واحد حرامات هو يمثل الشعب يعني العراقي. انت تعرضت الى تجاوز في مكتب الحلبوسي من نعم هاي اول مره تقدم وحبا بي والله حبا بي ما حكيتها وكل يوم يخابرني يخابرني خابر على استاذ هيبت خابر على الشيخ مهيمن على محمد نوري وخابر الحلبوسي عيب انا شيخ ومو جاهل انا بنيت تقدم بهذا الساري وبتعبي وبالاختيارات اللي قالوا لي اياها مئات المغريات ما قبلت تالي اجيك ضيف يجيني واحد مهتلف واضح يجيني واحد مهتلف يسب عرضي لا يعني حشاك يعني عرضك مصان وحشاك من المسبة طبعا بالتأكيد. طبعا انت المفروض ما تسكت عليه نائب وزير ايا كان لان احنا اليوم خابر الشيخ والله العظيم شيخه خابرته وخابرني قال لي راح اسوي به هيش انا محترم ما اغلط قال لي هيش ايش راح اسوي به يروح علي الشيخ يقول له مالك لازم انا وياه صاير لي في سيفس يمشي شي من هو هذا من هو هذا من هو هذا عفوا لا ما اذكر اسمه خلي اسمه زين تمام اخوي خلينا مو اول واحد يطلع من عندكم هو المرشح الاساسي يعني هسه هو شيخ اول مرشح الاساسي عندكم راح ويا الخندق كل الطرح مال شيخ ابراهيم مشاكل شخصيه زين شخصية بالبرلمان استاذي شخصية بالبرلمان مشاكلك شخصية لا مو شخصية انت فاجئ برسم انت اليوم انا اليوم اسمح لي انا اليوم مستشار رئيس مجلس النواب ادخل القى نائب من النواب يسب عرضي وبقي واقف على شنو انت صدق السؤال شيخ انت تقول انا شيخ بس شبكته حلو انت تقول انا شيخ ابقي واقف على طوله والله اخلي الله ما خلق انت صدق السؤال في التالي احكي لك اياه على الاعلام والله واحد يسب عرضي اني من يسب عرضي اني من علام الرئيس والله هو نائب بالبرلمان شنو منزل من السماء هو احترم المؤسسه التشريعيه انت رضيت بهذه انت رضيت بهذه لا تزعل من عندي انت رضيت من عندي التشريعيه احترمتها سيدي الفاضل التشريعيه ترجع عندنا قضاء عراقي وعندنا محاكم عراقيه ومحاكمنا تقدر تاخذ لك الحق مربع شنو نائب يغلط عليك ويسبك ويسب عرضك وتسكت وجاي يضرب راس الحبوسي هاي لجل عين ابو يوسف سكتت حتى لا يقولوا ما له علاقه بالحبوسي ما محترم ما له علاقه الرئيس الحبوسي ما له علاقه حتى لا انت واضح حسب الجدليه راح تبقى هوايه وما راح نستفاد منها خلي نعبر هذا الموضوع لا انا احترمت مكتب الحبوسي اللي ما يحترم ضيوفه شيخ ابراهيم اتضح السبب اتضح السبب حتى لا يعني اتضح السبب وانا احتراما للرئيس الحبوسي شيخ ابراهيم حتى لا انا بتقول مكتب هدد. واضح واضح بس هسه احنا بالعله الاساسيه انه انتم يقول لك نائب اجى وصل للمنصه غير رايه كان كاتب فلان شطب على فلان خلاص مشت الامور ستثبت اللجنه التحقيقيه ما جرى خصم الكلام رجل قانوني انا اتبع للقانون النائب 26 نائب في جزء من الثانيه يكتب اسم ويشطب يغير الاسم يعني مع اخوي استاذ محمد يعني اوكي اكو صفاء نيه لكن 26 نائب بهذه الفقره بهذا الشط بنفس العمليه بنفس الحادثه زين مع ذلك انا اقول لك اللجنه التحقيقيه هي ستثبت احنا ما نريد نتهم احد المستفيد من الوضع الحالي بهذه الطريقه هو الحلبوسي وحزب تقدم شلون
هذا اللي يقولونه. شلون يعني ما يريد ماكو واحد يصير مكان الحلبوسي؟ احنا المتضرر الاوحد. ليش رئيس الحلبوسي رشح الشيخ شعلان الكريم واستقتل على ايصاله لرئاسه مجلس النواب وكنا دافعنا عنه، وطلع الشيخ شعلان الكريم بعض الاخوه في الاطار التنسيقي اقاموا عليه دعوات ونزلت عليه لا نواب من تقدم طلعوا الفيديو مال القديم. لا 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 من يثبت؟ من يثبت؟ من يثبت هيك هكذا؟ لا مو صحيح. قعدنا انا واخوي حسن فدعم، استاذ حسن فدعم النائب، وحكينا بهذا الموضوع. اثبت لي انت اليوم تقول دكتور عمار طلع فيديو، اثبت لي انا حاكمك على طريق القضاء. انت تتهمني وترمي علي تهمه جزافا؟ البلد ما ضايع، عندنا امن سبراني وعندنا امن وطني وعندنا استخبارات ترجع للمعلوماتيه الالكترونيه يطلعون التليفون اللي صدر لك هذا الفيديو. من البدايه ليش رشحتوا لكم واحد جدلي وما حل خليتوا اخي العزيز ما مرشحين شخص جدلي، وبدليل شعلان الكريم بقى نائب وما حد اشتثه، وشعلان الكريم كل الدعاوى اللي اقيمت عليه ابطلت. تدري ليش؟ لان القانون لا يسري باثر رجعي. هو بال2006 طلع فيديو القانون اقروه بال2016، يعني ورا 10 سنوات تريد يسرى علي. انا طلعت حللت هذا الموضوع قانونيا زين. فمن شفناه مرشح جدلي بقينا احنا متمسك، من شفنا صارت الامور لا تطاق. يعني بصراحه احنا اليوم بصراحه الرئيس والله الرئيس يعني هو هذا مال الحريف سياسه اللي يشتغل العظيم. الله يجيب له واحد الله يجيب له واحد. اسمح لي يرشح له واحد شو مسوي؟ اي يعني يروج صدام وصدام اللي دمر دمر العراقيين الكرد والشيعة وجزء من السنه وحتى السنه. بس احنا دعنا من صدام تمام ما يخالف، وانت جايبه الي تريد يصير رئيس برلمان يا يسكت لي. اسمح لي اسمح لي زين اوكي رشحت لك واحد يعني ما حسبت حسابك. اسمح لي له واحد بكب مثلا الشيخ ابراهيم شو يقول؟ يقول كتب اسم محمود المشهداني وبلحظه غير تغيرت وجهه نظره. 10 سنوات سبح دوام الحال من المحال. 10 سنوات انا اليوم بدايه الامر اعتبر الامريكان جوي محتلين، وكل ما اجي من الامريكان مو كشخصي اني بلساني هاي مواقف تسجل يعتبر هاي مواقف شعبك يعتبر إن شعبك اسمح لي شعبك اسمح قتل شعبك قتل على ايد هذا. ما جاي ادافع عليك ما تنسى بس اسمح لي انا ما جاي ادافع عليك كشخص هو بس اسمح لي. لا انت واضح لكن اقول لك انت اليوم ده يقول لك على المنصه كتب محمود المشهداني شطب غير زين. ما تريد انسان يتغير ورا 10 سنوات؟ مو احنا حدث العاقل بما لا يعقل، فان صدق فلا عقل له. احنا لازم نتكلم بلغه حوار منطقيه تخدم الشارع العراقي. انا اذا اجي ابقى بموروثات وابقى بهذا قبل 20 سنه تكلم فلان كلمه واجي اقيم علي الحاد واجي اسوي هاي المعضلات القانونيه والمشكلات، البلد ما راح يمشي. ومع ذلك الرئيس الحلبوسي كان صانع للحلول. شعلان الكريم خرج انسحب، اجى الدكتور محمود المشهداني وانضوى بالتحالف واصبح ضمن حزب تقدم باتفاق وبتحالف مبارك دعمنا السيد الدكتور محمود المشهداني. ومضت الامور. هنالك اخي بعض الاطراف زين، هنالك بعض الاطراف تطمع في ما لا تستحق زين. هذه هي المشكله اخوي. انا طولنا عليك واليوم اليوم اضطهدوك جماعه. لا شيخ ابراهيم يعني يمون استاذ عمار عزيز زين استاذ رحيم مشكور. لغه الحوار يعني في البرلمان وليس في الاعلام اصبحت هزيله، يعني لغه مو حقيقيه يعني ما لها موروث. مين جابوها؟ مين جاي يجيبونها هاي زين؟ فاحنا بصراحه يبدو ان المصالح تلعب دور. هي مو هو هذا هي السياسه مصالح. لا مو بس قضيه انه مصلحه مكون لو كانت مصلحه مكون لاتفقوا، لان مصلحه المكون يعني يجب ان تعجل في قضيه انتخاب الرئيس زين، حتى تحافظ على حقوق المكون سنت. حتى تستمر قضية مطالبة في حقوقهم وإلى آخره. أما أنه يعني يبدي هذه قضية أنه واحد يحاول أن يكسر الآخر، واحد يحاول أن يعني يدفع باتجاه مو صحيح، يعني هذا ما راح تخدم لا المكون المحترم ولا راح تخدم البرلمان ولا راح تخدم العملية التشريعية. إحنا في ظل نهضة حقيقية للدولة ولا ينهض ولا يعني تصبح عملية تنمية حقيقية في المؤسسات وخصوصا البرلمان. البرلمان هو قمة الحالة التشريعية في النسبة للدولة، وأنت جاي تعطل بهذه الآليات. أي آليات يعني المفروض أنه يعني يترفع عنها النائب. النائب عنده مسؤولية كبيرة أنه هو يحفظ حقوق 100,000 شخص بصموا عليه، بالتالي هذه المسؤولية اليوم النائب ما جاي يعني ما جاي يستوعبها الظاهر زين.
احنا نريد اليوم، انا هسه اتحدث لك كحكمه، يعني اليوم عملنا واجتهادنا في قضيه انه يجب ان يكون هناك تأطير لعمل البرلمان ونواب البرلمان. المشهد اللي شفناه مشهد جدا رائع في قضيه الانتخاب، في قضيه التصويت، في قضيه الشفافيه، في قضيه انه يكون المواطن مراقب الحدث اول باول، لكن ما بين السطور هذا اللي جاي يأرقنا، انه تحدث صفقات، تحدث اشياء غريبه عجيبه ما انزل بها من سلطان. مثل ايش؟ هذا مثل ايش؟ يتداولون الاخوه، جاي يتداولون، يعني هذا مو يعني اكو اخلاق هي المفروض البرلماني يتسامى خصوصا في داخل المؤسسه. هسه هاي في داخل المؤسسه الاخلاق ما تحكم دول، القوانين هي اللي تحكم دول، تطبيق القوانين عليه. هسه هي تطبيق القانون بالمناسبه هو المؤسسه التشريعيه هي اللي تصدر القوانين. زين. فالاولويه هي اول الملتزمين بها، مو صحيح؟ يعني هم هسه الذين يلتزمون بقانونهم داخل البرلمان يضربوه عرض الحائط، الدستور هم يضربون عرض الحائط. زين. يعني عندك مثلا مده الدستوريه ما جاي يلتزمون بها. ما جاي يلتزمون حتى بالاعراف اللي هم وضعوها سياسيين. زين هذا وين 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 راح يؤدي؟ هذا راح يؤدي بالنتيجه وبتفاقم الـ 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 الامور الى حاله غير صحيحه في المشهد السياسي. تمام. التقدم عندهم مشكله، تقدم من البدايه عندهم. يا اخي انا هسه اول وحده وخلي يزعل علي، خلي يزعلون علي انه قضيه السيد الرئيس شيلوها حطوكم وحده بديله. ما يقدرون. تدري ليش؟ لان هاي بها قرار محكمه اتحاديه. وانت لما انت تؤكد على شيء يطعن بقرار المحكمة الاتحادية، يعني انت شلون تقول اني اخضع للقوانين واخضع لل صدق يا ما تقدرون تتنازلون عنها؟ يعني انتم سالفة الرئيس، السيد الرئيس مجلس النواب السابق وهو رئيس حزب تقدم الحاكم. اي تقول قول رئيس رئيسنا الرئيس، احنا رئيس نطلق الرئيس. ما هو شوف يا سيدي استاذ محمد، بصراحة نعم، مو هاي والله تموتون على سالفة الرئيس. حلو عوف الرئيس يا اخوي، حلوة شغلة الرئيس يا اخوي، خلي الناس تتواضع. مو هسه عندنا يابا والله اللي يا اخي متواضع. والله العظيم عندنا ثق بالله علي السياسيين متواضعين. اسولف رئيس سموه الزعيم ومشوها بعد. تدري ليش؟ لانه صارت يعني عليكم سبه انه انتم مصرين على شيء ما موجود. يعني بالعكس انت الان انصفت، انت الان انصفت الرئيس الحلبوسي هو زعيم فعلا. انا اعتبره الان احكي لك اياها الزعيم السني بعد 2003 الرئيس. خلاص انا انت تؤمن بهذا، غيرك ما يؤمن، هاي مشكلته. حريه. بس انت تجي تضرب المحكمه الاتحاديه ما اسمح لك. انا ما اسمح لك، انا رحيم العبودي ما اسمح لك بعد. ما حضر يعني اي واحد يحكي بقضيه انه بالعكس فلان الرئيس اقول له لا، بس اسمح لي. القرار رقم هلقد في تاريخ هلقد صح، اسقط هذا اللقب عنه. واني والرئيس الحلبوسي معاك اول واحد احترم قرار المحكمه الاتحاديه. هو انت تعطيني عملي شيء عملي، ما قاعد تقولون رموزكم السياسيين، ما قاعد يسمونهم بهاي التسميات؟ لا احنا ما نسميه. وين شو تسمون؟ يعني احنا سماحة السيد الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، هاي مسمياته. ها سيد عمار وسيد عمار ونطي ببساطة. وبالمناسبة حتى من نقعد وياه ما نطي اي لقب، يعني سيد الحكيم وقبل سلام عليكم وفتشي، يعني ما هو التبجيل، ما هو شو اسمها. مع العلم بالمناسبه اكو احنا يعني بعقيدتنا رؤساء الوزراء يسمونهم رئيس. استاذ محمد انت اخذت الوقت كله. المالكي المدري اسمه. انا احكي عن نفسي، اتحدث عن مشروعي، اتحدث عن حزبي. احنا في الحكمه اذا لقيت في قضيه البهرجه او قضيه شيء فقل لي تعال استاذ رحيم، هاي شنو هاي منو. اما انه نحترم الاعمام اللي شايل لابسها السيد الحكيم، هذا مو منصب سياسي، هذا رجل نفسي، هذا شيء اعتباري طبيعي جدا. هذا الشيخ والسيد وكذا، هذا قضايا اجتماعيه. اما انه نسوي هاي البهرجه وهاي التضخيمات والله محلوله. استاذ محمد بس عذرا خلي اجاوب. موضوع البهرجه الرجل ما محتاجه، ثق بالله. انا الرجل التقيت به اكثر من مره، رجل اكثر يعني اني التقيت كثير من السياسيين، متواضع جدا، وهو رجل شاب الرئيس الحلبوسي. احنا محبة به نرى انه كلمة الرئيس تليق به. تمام. هاي وهو اضاف لها سواء عندما كان رئيس للبرلمان او كرئيس للحزب. شيخ ابراهيم ووقعها مؤثر في بقية الاطراف. عيني دكتور عمار، دكتور حبيب قلبه، هاي انتهت الشغلة تقريبا. تؤمن به رئيس خليه يبقى رئيس، لكن خلينا نشوف الرئيس القادم ان شاء الله استاذ سالم العيساوي، هم راح يقبل نقول عليه رئيس؟ ها
انتم تقولون اولا اذا هاي اذا فاز سالم العيسى داعتك هو الصاحب. لا 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 ابدا ابدا حلم اتذكرها تحلم. انا عندي مجسات استاذ رحيم تحلم ولا استاذ محمد يعرفوني عندي يعني مجسات شيخ. انت عندك على مسا احنا جامعين 51 توقيع 51 ذني شنو؟ لا والا نسوي 150 حتى نطلب جلسه جديده. 51 مين 51 توقيع؟ من المكون؟ يا ولد يا لا لا من المكون جامع 51؟ ما احكي. لا لا تقول لي من كل القوة وراح نوصلهم 130 140 ونطلب عقد جلسة. هسه احنا عندنا تواقيع نقدر نطلب بها عقد جلسة. حلال عليك بس اذا اخذها تقدم اي سويها هيش روح رياضية استاذ دكتور. دكتور والله العظيم ترى اذا اخذها تقدم بألف عافية عليه ونأدي له التحية. وإذا أخذ الرئيس القادم السيد سالم العيسى ورئيس مجلس النواب العراق القادم هم ناخذ له التحية. شكو بيها هاي تراجعت هسه تراجعت بالعافية هسه تراجعت إذا قدرت توصل لهذا لا هسه تراجعت هسه تراجعت على شنو؟ هسه قبل شوية قلت سالم العيسى هو اللي يفوز هسه رجعت طبعا هو يفوز دكتور خليت له احتياطات ما يقدر. لا لا دكتور حمار أحبه وأحترمه وجميلة أهلي وشيخ ستار أخوي العزيز ويا ما أنا عندي ويا شيخ ستار مواقف. بس أقول لك يا دكتور عمار والله 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 أتذكرها الرئيس مجلس النواب العراقي القادم سالم مطر العيساوي سلم. منين جابها؟ وإذا ما صار بالعافية علي يصير علي بقى. شنو يعني النواب راح يشطبون هواي؟ لكم لا تحكونا بالقران والله العظيم انت وينكم حثره عمي شعلان الكريم جماعه التقدم سووا هوسه بالبرلمان وقلبوها وهاي الاخيره مال محمود المشداني هم قلبوها. مو صحيح من قام يعيط على السيد نائب من عندنا طفر الاستيج راضي يروح يضرب رئيس مجلس النواب. لا لا مو يضرب نائب من عندنا يريد يقول لا تلغي الجلسه الحمايه دفعه وموجود الرجال عرفه وقال ما كنت تدري هيك بهيك اطار بهيك اطار وبهيك استعجل علي راد انهيها استعجل هيك هذا تصرف نائب هسه على على كل هسه اول واحد طرح. اول واحد احنا ندري بيها اول واحد هيبه الحلبوسي راح سواله اطلابه وقال اسمح لي هاي كانت متوقعه. ليش متوقعه؟ خب لا يعني انا خسرت يعني خسرت خب ما خليك تروح تلعب براحتك مو ترى لا هاي حيله سياسيه بس اسمح لي من نزل من الثانيه من الدرج الثانيه احمد الجبوري الطريقه اللي يتعامل بها طريقه محترمه هي هاي يعني ما ادري ما اقدر اتجاوز على الرجل. لا هي طريقه عشان ما قاعد احكي عن الرجل المحترم وكل الاحترام اليه استاذ محمد كطريقه لا مو صحيحه اقبز وكذا لا مو صحيحه مو صحيحه بس هم اقول لك انزلوا من الدرج يصور يقول لو تقدم لو اليوم تخرب الجلسه هي هاي صحيحه؟ لا هو قال لو تقدم انا ما اتذكر ايش قال موجود الفيديو اليوم ادزك اياه يصور بي ولا ما تصير يعني انه تقدم هو جزء مهم من العمليه السياسيه وكذا تدري ليش ولد شاب دا يصوره تدري ليش لو تقدم لو ماكو رئيس تدري ليش يعني لان واثق انه الحق والاستحقاق التقدم ان شاء الله ان شاء الله تقدم ما طول انا ونعزمك ندعيك حتى نصالحك حتى هذه مثلا ما يفيد ما التخبط اللي صار ما يفيد هذا لا 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 ما عنده تخبط شيخ ابراهيم عنده مبدا انتم اختلفتوا يا بالمبدا انا طباب خير شخص انا طباب خير شخص مبين واضح انا طباب خير شيخ ابراهيم ونعم منك بس انا عتبي اسال الاستاذ محمد نور مصطفى اليوم واسال شيخ هيبت واسال شيخ مهيمن من هو هذا يسلم هو الدكتور عمار لا بس اسمح لي قال لي والله لا اخذ حقك بربع قلت له انا بمكتبك واحترمت المؤسسه التشريعيه وبمكتبك وسال محمد قال لي والله ما اخذ حقي هاي تزعل لو ما تزعل شيخ ابراهيم حسن قاوم شيخ ابراهيم شو سوى 40 سنه اخذ ثاره قال استعجلت لا انا ما استعجل بعد شو لا تستعجل انا عندي السواعد سابتي البهادر سابتي سبعه والله اذا هدم عليه خليهم ياكلوه وياكلون المنطقه اللي بطاق كسرى لا تنطق مو هيك هذا الكلام شو تزامط من سابتك مو صحيح هذا الكلام احنا لا مو هو عراقيين اولا اسمح لي انت شيخ وكلامك مؤثر ومحسوب عليك انت بالاعلام الان اولا احنا كليتنا عراقيين لا فضل بيننا الا بحب الوطن مسروره من علي ابو يوسف الوطن بسمح لي مسروره من علي ابو يوسف مسرورت له فهمت شيخ ابراهيم فانا عندي فطرح لجنابك الكريم وطرح للاخوه في الاطار صراحه حتى تنتهي هذا الموضوع انتهى. حتى ينتهي هذا الموضوع دقيقه واحده طبينا بطلابه وعود الاطار التنسيقي يذهب الى السنه بالاخير والله حتى ينتهي هذا الموضوع
الكتلة السنية اختصر أرجوك مع الواقع. الكتلة السنية اللي لديها تواقيع لأكثر عدد من نواب البرلمان العراقيين السنة خلي الإطار نوابكم يوقعوا وي هذا ويوقع وي هذا ماكو والله العظيم ما أتحدى أحد والله العظيم يوقع وي هذا ويوقع وي هذا ماكو ماكو لا أنا أختم لا هاي تنحل أبدا لا راح قبل أختم هاي تنحل بشغلة واحدة سادة محمد لا بس اسمحني ألف رحمة على روح أمك وأبوك ألف رحمة على روح أمك وأبوك رحم الله والديك شوف اسمح لي طرابت على هاي لا لا تسمح لي دكتور أنا أقترح عليكم اقتراح ويا ريت يسمع شو يسمونه أنتم الرئيس الحلبوسي والله الرئيس الرئيس الزعيم الحلبوسي الزعيم أحلى الإمبراطور مدري هو خلي يجمع نوابه ويحطهم مكان وذولاك يجمعون نوابهم ويحطهم مكان وإحنا نروح نصور ذولا هنا ويروح واحد منهم يقول انا ويا لا لا عمي ما يلزمون انا انطيتك الحل والله ما يلزمون انا انطيتك الحل خلال خمس دقائق انا انطيتك الحل تقدم يقدم لك قائمه رسميه الى الاطار التنسيقي هاي تواقع البرلمانيين اللي عندنا بس دخلهم فراغيه احنا طلعنا العدد الاكثر خلي دكتور عمار شكرا دكتور عمار دخلهم فراغات بيها والتواقيع حسبت 37 توقيع ويا رقم 5 فراغ لا لا ماكو استاذ رحيم العبودي 47 استاذ رحيم العبودي انا اعتذر منك اليوم واعوضك بالايام الجايه شكرا ايضا للشيخ ابراهيم الدريمي والله يجي بالاخير ياخذ السالفه طول بطول ياخذها كلها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بس الله يسهل ان شاء الله الرئيس القادم سالم الحساوي هم هذول جماعه الخنجر يجون بالاخير بالتوالي وياخذون السالفه كلها بس لا تقبل بعد واحد يتجاوز عليك شيخ انا مسرورت لما قلت لك لا تقبل واحد يتجاوز عليك ولا تنتظر من واحد ياخذ لك حق العيب على ابو يوسف العيب ما له علاقه تعال مخرجنا على ابو الدار تعال مخرجنا لا اخذ اريد اختم يلا اختم في امان الله We'll be right back.